يعني عنا قدرة بالسحر إلى أول ما ألاقي. بعكس كل حكام المصرف المركزي اللي قبله، ما أجا رياض سلامة على الحكمية من عالم القانون ودراسة الحقوق، أجا من عالم البورصة واستثمار أموال رجال الأعمال بالأسواق المالية. فرقت الخلفية لأنه فرق دور حاكم مصرف لبنان بعد الحرب، وكان المطلوب اعتماد سياسات نقدية ومصرفية بتناسب اقتصاد المضاربات والربح السريع للفئة الأسرى. I don't think I can match with Ponzi or Madoff. They are much more brilliant than me. من وقت تعيينه سنة 1993 قدر الحاكم يسوق نفسه كبطل العالم بين حكام المصارف المركزية من بعد ما اشترى بالدعم المالي ولاء المؤسسات الإعلامية والجزء الأكبر من الإعلاميين يلي بيهتموا بالشأن المالي. دولة اليوم عايشة على شهادة أموال رياض سلامة، إيه أو لا، أموال مصرف لبنان. أفضل حاكم مركزي عربي للعام 2019. بس بعكس هيدي الصورة، السيستم يلي عمله ما كان أبداً بحاجة لحدا عبقري يديره، وكان مدمر للاقتصاد المحلي لحد كبير، حتى قبل ما يصير الانهيار سنة 2019. حاكم مصرف لبنان دكتور رياض سلامي يعتذر لأنه متفائل. كان السيستام قايم على بلد عم بيهجر أجيال وراء أجيال ليشتغلوا برا، ومختربين عم بيبعتوا أموالهم عن نظام المصرفة، وقايم على مصارف عم تستفيد من نظام السرية المصرفية لاستقبال الأموال من دول الجوار، وعلى فوائد عالية لضمان تدفق الدولارات ليبقى النموذج عم بيشتغل. كانت هالعوامل كافية ليغرق النظام المالي بالودايع، وكان تدفق الدولارات كافي لاستعماله بتثبيت سعر الصرف وتمويل الدين العام. ليرة مستقرة ورح تبقى مستقرة. يلي عمله سلامة هو النموذج الأسهل والأبسط، بس بنفس الوقت الأخطر والأكثر ضرر على الاقتصاد المحلي. ليش؟ لأنه الفايدة العالية لاستقطاب الودايع بتشجع على تكديس الأموال كوديعة بدل استثماره، وبتشجع على عدم الاقتراض للاستثمار بالاقتصاد المنتج، ولأنه سعر الصرف الثابت والمدعوم بخلي قيمة الليرة مرتفعة قدام الدولار، وهالشي بخلي السلع المستوردة أرخص بس ندفع حقها بالليرة، وبخلي السلع اللي عم نصدرها أغلى لما نسعرها بالدولار. بهيك بيئة بيصير مستحيل نخلق قطاعات إنتاجية محلية. بعتقد أنه أنا كحاكم للبنك المركزي عبقوم بواجباتي بخدمة اللبنانيين. نموذج المضاربة كان عم بيصب بخدمة ناس تانيين، اندفعت أرباح وفوائد خيالية على سندات الدين والودايع بالليرة، لأنه سعر الصرف كان ثابت ومخاطر هالاستثمارات آمنة. حققت الحلقة الضيقة من أصحاب المصارف وكبار المستثمرين ربح سهل وسريع بانتظار الخراب يلي رح يصير يوما ما. بلبنان في صناعة اليأس يلي كان يبقى من أموال المصارف من بعد تمويل الدين العام كان يروح على قروض المضاربات العقارية والقروض السكنية، القطاع الوحيد الشغال من بعد تدمير القطاعات المنتجة. مرة تانية صبت أرباح القطاع عن نخبة مالية محصورة. أما الكلفة الأكبر والأهم كانت كلفة خدمة الدين العام يلي مولته المصارف ودفع ثمن فوائده كل المقيمين. ونتساءل، من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان؟ رياض سلامة كان الشخصية المثالية لتكمل السياسات الحكومية يلي بتصب بالاتجاه نفسه. سلامة ما كان لاعب وحيد، كان جزء من نظام اقتصادي انعمل وتكرس بقرارات السلطات المتعاقبة من خلال النموذج الضريبي يلي بيعفي المضاربات العقارية والربح السهل والسريع من الضريبة، وبيركز على الضرائب غير المباشرة يلي بتطال كل الناس مثل التفقة، كمان من خلال الميزانيات العامة يلي تجاهلت دعم القطاعات المنتجة، ومن خلال استنزاف الميزانية بدفع فوائد الدين العام، وتشديد كل الحكومات على أهمية تثبيت سعر الصرف كغطى سياسة للسياسة النقدية يلي معتمدها الحاكم. هيك كان سلامة جزء من منظومة كاملة، منظومة بتتداخل أزرع السياسية والاقتصادية والمصرفية والإعلامية. If I am an obstruction to any reform, they say I'm ready to go. طلب بناء هالنموذج بالجانب النقدي والمصرفي هيمنة كاملة من قبل شخص واحد على كل مفاصل النظام المالي بأقل قدر من المساءلة والمحاسبة أو حتى التخطيط. عمليات مشبوهة كتيرة صارت داخل النظام المصرفي ما كان ممكن تصير لو في رقابة فعلية على شغل المصارف، مثل انكشاف المصارف على مخاطر التوظيف بالدين العام والإيداع بمصرف لبنان، وتبديد أموال المودعين بالهندسات المالية وغيره. بتكرس القوانين الموجودة كمية كبيرة من تضارب الصلاحيات وتركزها كلها بإيد الحاكم وحده. صار الحاكم مسؤول بالوقت نفسه عن تنظيم القطاع المصرفي ومراقبته ومحاسبته إذا غلط، ومسؤول بالوقت نفسه كمان عن مكافحة تبييض الأموال فيه وتنظيم السياسات النقدية بالبلد كله.
جمع هيك صلاحيات بقيت شخص واحد مسألة مش مألوفة بدول تانية. بس هيك هيكلية بالمصرف المركزي هي اللي سمحت لفضايح مثل فضيحة شركة فوري انها تصير بلا ما حدا يحكي، وهي اللي سمحت بمراكمة خسائر حجمها قد 3 مرات حجم الاقتصاد كله بلا ما يتدقق فيها قبل ما يصير الانهيار، وهي اللي سمحت بحصول عمليات جهنمية مثل الهندسات المالية. يعني ما في انهيار اقتصادي، ما في خوف انه من انهيار؟ لا لا بدك تروقي اعصابك. لكل هالاسباب تغيير سلامة فرصة، بس فرصة مش كافية. تغيير سلامة هو تغيير شخص، بالوقت اللي المشكلة هي مشكلة نظام نقدي واقتصادي كامل.